فقرة النهاردة قلت فيها حاجات حصرية وخبرية مهمة جدا، بس محتاجين نبدأ بخبر خاص وحصري لبرنامج الترند على شاشة قناة الأهلي. فاكرين الأسبوع اللي فات لما قلنا إن خلاص الفيفا استقر على تعيين طاقم تحكيم تركي وطاقم تحكيم إيطالي في مباراة الأهلي والعين الإماراتي، طاقم التركي لإدارة اللقاء وطاقم إيطالي على تقنية الفار. منذ قليل وصل لي خطاب رسمي بتعيين طواقم تحكيم هذا اللقاء اللي هيصل إن شاء الله مساء اليوم. قدامنا على الشاشة اهو طاقم تحكيم مباراة الأهلي والعين الإماراتي فقط وحصريا على شاشة قناة الأهلي. مباراة الأهلي والعين الإماراتي في استاد القاهرة الدولي يوم 29 أكتوبر الساعة 8 بالتوقيت المحلي. طاقم تركي بقيادة خليل ميلر أموت الحكم التركي هو اللي يدير هذا اللقاء، مع مساعد أول إبراهيم يوركان مساعد من تركيا مواطنه أيضا، مورات كوربي مساعد تاني، زوربي كويك هو الحكم الرابع التركي. على تقنية الفار أليخاندرو دي باولو حكم إيطالي، والإي فار حكم إيطالي أيضا ماركو دي باولو، ومراقب المباراة عمراني رحيلي من كندا، هو بالمناسبة كندا من كندا ومغربي الجنسية. يعني ده طاقم تحكيم اللقاء وطاقم الإيطالي اللي هيكون موجود على تقنية الفيديو. ماتش أوروبي بنكهة إفريقية وبنكهة أسيوية على أرض مصرية.